من المملكة الأردنية الهاشمية بلد النشامى إلى البحر الميت وملتقى كلام مدينة. دكتور خالد غطاس مرحب فيك. اهلا فيك، شكرا جزيلا. منور كلام مدينة، وانت كلامك واسلوبك وطريقتك هي الحلوة، وهي لهيك مكان. من فترة عم نشوفك ما شاء الله كتير متعلق على السوشيال ميديا، والناس كتير فيديوهاتك عم تتداولها. قديش الناس بحاجة لهذه الكلمة الصادقة اللي بتطلع من القلب للقلب، ونحن اليوم بهذا الملتقى كلام مدينة وانت عندك إلقاء كلمة، قديش الناس بحاجة إلى صدق من خلال السوشيال ميديا، من خلال هذا الشغلات اللي عم نقدمها على السوشيال ميديا؟ والله يعني من وجهة نظر السوشيال ميديا له كذا هدف. يعني في ناس هدفها الانترتينمنت، هدفها تمضية الوقت، وفي ناس أكتر بتفوت على السوشيال ميديا لتسمع شيء هو كمحاولة يرتقي فيها، يعني أو يعني يحكيها لغة هي بحاجة تسمعها أو بتحب تسمعها. ومثل ما بقولوا يعني لكل مقام مقال، الناس بتسمع أشياء مختلفة. وليتلي اللي عم حسه إنه في حاجة لشوية حقيقة اللي هي شوي كانت مفقودة بالسوشيال ميديا. وهلأ يعني الحمد لله عم حس انه لا، في يعني في انتباه لقوة تأثير السوشيال ميديا، والأحلى من هيك في استدراك لمخاطرها أكتر من قبل. فمن وجهة نظر هذا شيء كتير إيجابي. دكتور خلينا نعرف الدكتور، يعني قلنا زمان نحن مثلا بنشوف هذه الشغلات عنك، هلا عن جديد وين يعني من ايمتى انت بهذا المجال وشو مجال عملك؟ انا على السوشيال ميديا تقريبا من شيء 7 سنين تقريبا، صار شيء 7 years بحكي بنفس الشيء. يعني بحاول هيك اعمل لفتة نظر يعني لاشياء من وجهة نظري ممنوع ننساها. وكل ما عم ننساها او عم نتاخد براتها عم بتسوء احوالنا كافراد وكاسره وكمجتمع وكاوطان وكل هيدا. يعني وسع البكار قد ما بدك بيوسع. فصار لي 7 سنين بحكي هيك بهيدي الاشياء. ليتلي يعني اخر كذا وتسي صاروا شيء سنتين صار شوي الصوت مسموع، لأنه الناس من وجهة نظر استدركت الحاجة إنه في شيء مش مزبوط، في شيء مش مزبوط بالطريقة اللي عم نعيش فيها، بالطريقة اللي عم نتواصل فيها. وهذا يعني كنت عم أقول جوا إنه هذا شيء بالأرقام، يعني الديبرشن، المنتل هيلث، الطلاق، فقدان الهويات، القيم، الأخلاق، كل هذه الأشياء العالم تفكرها هذه لكجري، بس هو كور من وجودنا يعني. وإذا ما عشنا يعني إذا ما أحيينا هيدا الكور، وجودنا كله غير إنه مش ممتع ما له معنى. إيه هيدا هو اللي بجرب أعمله. يعني هو هيدا هو، يعني لازم نحنا هيك نستغل السوشيال ميديا لهيك قصص يعني مفيدة للناس أو توعي الناس. بتحس الناس بحاجة لهذه التوعية؟ كل واحد فينا بحاجة لتوعية، يعني ما بقولها من دقنة وجر. وفي يعني في حديث بيقول الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. فضروري الواحد يدل يفتش على المعلومة اللي ممكن تفيده، اللي ممكن يفيد فيها الناس، اللي ممكن يرتب فيها حياته. وأنا من وجهة نظري هيدا يعني السوشيال ميديا هو مساحة أو مجال لكثير من المعرفة اللي فينا فعلا نعيش فيها مجتمعات. يعني مجرد وجودنا اليوم بهيدا الكم من المؤسسة، يعني هلا كنت هيك عم فكر انه يمكن اللي قاعدين معي على نفس الصف في 1 بليون بيسمعون من العالم، يعني على القليلة اذا بنقيس الفيوز وهيدا الكلام. فهيدا قوة مش موجودة قبل، فاستثمار هيدا القوة لحتى نعمل منها شيء لوحده مشكل فرصة. ما عادش عندنا كثير فرص صراحة. طب دكتور شو دراستك انت بالضبط؟ شو مجالك انت اللي دخلت فيه يعني صرت مؤثر بهذه الطريقة؟ انا دارس اول شيء كيمستري، كيمياء تحليلية، ومن بعدها دارس ماجستير بيولوجي ودكتوراه بيولوجي.
دراستي بريست كانسر ميتاستاسيس، يعني كيف بينتشر سرطان الثدي، هذا الدكتوراه تبعي. ومن بعدها دارس انترناشنال ام بي اي، ومن بعدها دارس شويه ليدرشيب وهيك بهارفرد. بس يعني تركيزي اكثر على الهيومن بيهيفير، ليه الانسان بيتصرف بهالطريقه كفرد وكمجتمع، وتاثره بالافكار، وكيف اذا بتعدل له الافكار ممكن يعني تساعده ياخذ قرارات اسلم، وكل هيدا الكلام. انا باخذها من زاويه شوي بيولوجيه على علميه، على شعر، على فن، على دين، على ثقافه، على افلام، لحتى اوصل نفس الرساله اللي هي انه نحن بحاجه لانه نفيق. انا بحكي بهيدي اللغه لانه بالنسبه لي صار زمان مستدرك خطوره وين وصلنا. فلو بين انا شوي بمزح بطريقتي، بس انا بالنسبه لي هذا الشيء لازم يكون جد كثير. طبعا نحن طبعا قلنا اللقاء معك مطول، هذا هلا نحن على السريع اليوم بهذا الملتقى كلام مدينه، قديش مهم هيك ملتقى يعني يكون في مشاركات؟ لا يعني فعليا هذا بالنسبه لي بشكل يعني اذا بدك منطلق اساسي، لانه يعني نوحد القوى، وبنفس الوقت اللي ما فينا ننساه هي المحافظة على خصوصية كل واحد فينا. يعني ممكن تخلي صانع محتوى كوميدي عنده رسالة، صانع محتوى علمي عنده رسالة، تخلي السبيسيفيسيتي تبع كل واحد، بس نفس الوقت يعني نرتب الجهود بشكل ممكن عن جد نعمل منه موفمنت. يعني فكتير كتير مهم وكتير حلو، يعني وجودي هون خلانا افهم هيدي الباور ولازم تستغل بشكل إيجابي. إن شاء الله يا رب لنا لقاء مطول معك، وما شاء الله ما بينشبع منك دكتور، كل التوفيق. شكرا لك، thank you.